السلام عليكم. نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. الرئيس الأسد خلال ترأسه اجتماع مجلس التعليم العالي: الجامعات هي أحد أهم أعمدة المجتمع. إصابة واعتقال العشرات، يوم غضب في الجولان المحتل رفضا لإقامة التوربينات. وشهيد وإصابات خلال التصدي لاعتداءات المستوطنين في ترم سعية بالضفة الغربية. في اجتماع ترأسه الرئيس بشار الأسد بمشاركة الفريق الوزاري المعني، طرح مجلس التعليم العالي رؤية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي للمرحلة المقبلة 2023-2030. وتقوم هذه الرؤية على العناوين الرئيسية للتعليم العالي التي تنطلق من السياسات التعليمية، وضمنا سياسة الاستيعاب والخارطة التعليمية والتعليم التقني والتحول الرقمي والتعليم الجامعي الخاص والبحث العلمي. الرؤية التي جرى بحثها تضع تلك العناوين وفق واقعها الحالي وتحدياتها والتوجه المستقبلي نحوها ضمن منظور يحدد دور الجامعات في المجتمع والدولة، ويضع برامج العمل المرتبطة بالأولويات ضمن استراتيجية تنفيذية تحقق تلك الرؤية. وفي حديثه خلال الاجتماع أكد الرئيس الأسد أن الجامعات بصفتها أداة للتعليم والبحث العلمي هي إحدى أهم أعمدة المجتمع وأداة رئيسية في تطوره ونمائه، ولفت إلى أن مجتمعنا مهيئ للإنجاز العلمي لكنه لم ينجح حتى الآن في استثمار الجامعة كأداة لتحقيق هذا الإنجاز. قالت وسائل إعلام العدو أن سلطات الاحتلال قررت إيقاف تشغيل التوربينات الهوائية لأيام عدة، وذلك بعدما أصيب العشرات من أهلنا في الجولان السوري المحتل جراء اعتداء الاحتلال عليهم في قرية مسعدة ومنطقة الحفاير شرقها التي يعتزم الكيان إقامة توربينات هوائية عليها. هذا وكان الأهالي بدأوا يوم إضراب وتوجهوا إلى الحفاير بهدف منع آليات الاحتلال من مواصلة تجريف المنطقة، إلا أن الكيان استخدم تعزيزات وسط تحريق للطيران المسير وحاصروا الأهالي وأطلقوا الرصاص وقنابل الغاز عليهم. وتضامنا مع أبناء الجولان، خرج الفلسطينيون في الجليل بالأراضي المحتلة عام 48 بمظاهرة حاشدة وقطعوا عددا من الطرق مطالبين بوقف اعتداءات الاحتلال على أهل الجولان. كذلك استخدمت قوات الاحتلال تعزيزات كبيرة إلى مسعدة واعتدت على الأهالي الذين تجمعوا فيها تنديدا بانتهاكات الاحتلال في منطقة الحفاير وللمطالبة بإطلاق سراح الشبان الذين اعتقلوا خلال تصديهم لاقتحامها المنطقة، ما أسفر عن إصابة أكثر من 50 منهم. ومن طرف الأسلاك الشائكة لجهة القنيطرة المحررة، نفذ السوريون وقفات احتجاجية تضامنا مع الأهل في الجولان المحتل في مواجهة الوحشية الإسرائيلية ومحاولة تهجيرهم من أرضهم المحتلة. نتحدث في هذا اليوم عن المواقف والوقفات المشرفة للأهل الصامدين الشرفاء في الجولان العربي السوري المحتل. نتحدث عن أسمى معاني الرجولة والبطولة والامتناع، عن أسمى معاني الصمود ووقفات العز، عن أسمى معاني الانتماء والتمسك بهذه الأرض الطاهرة، الأرض العربية السورية. ها هم الأهل في الجولان يعلنونها دائما وأبدا أنهم أبناء هذا الوطن، لا يرضون أبدا بديلا عن الهوية الوطنية السورية، ولا يرضون أبدا أن يدنس تراب هذه الأرض الطاهرة بأعداء الوطن وأعداء الإنسانية. جئنا إلى جانب زملائنا في الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فرع القنيطرة لنشارك في هذه الوقفة التضامنية دعما لصمود إخوتنا في الجولان السوري المحتل. الجولان السوري المحتل لا يقل أهمية عن فلسطين، هي وفلسطين كوجهان لعملة واحدة. نقف اليوم في هذه الوقفة التضامنية جنبا إلى جنب مع أهلنا في الجولان الغالي الحبيب
الجولان الغالية على قلوبنا. أهلنا في جولان يعانون الأمرين من هذا الاحتلال الغاصب، من هذا المحتل الذي يعمل المستحيل كي يشرد هذه الناس عن أرضها. هذا المشروع الخبيث الذي سيقوم على أرض جولان، هذا الموضوع لا يمكن أن يمر مهما طال الزمن. احنا اليوم نقف في وقفة تضامن، وقفة عز مع أهلنا بجولان المحتل، أهل الكرامة، أهل المروة، أهل العزة، أصحاب الأرض، أهلنا بجولان اللي رفضوا الهوية. نحن اليوم نقف معهم ومنساندهم ومنقول لهم نحن معاكم، وإن شاء الله التحرير عن قريب بهمة جيشنا وبهمة قائدنا. جئنا اليوم للموقف وقفة تضامنية مع أهلنا بجولان المحتل اللي وقفوا وقفة بطولية أمام قطرسة العدو الصهيوني. أهلنا بجولان نحن معكم دوما، والنصر حليفكم إن شاء الله. جينا اليوم وقفة تضامنية مع أخواننا بجولان المحتل الذي العدو الصهيوني بلش بده يركب المراوح وبده يعطيهم الهوية، واستنكار لتركيب المراوح والهويات وعدم قبول بالاحتلال الصهيوني لجولاننا المحتل. أكد البيان الختامي لمحادثات أستانا الالتزام الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهود النشطة لاستعادة العلاقات بين تركيا وسوريا، ورفض البيان الختامي جميع المحاولات الرامية إلى خلق حقائق جديدة على الأرض، بما في ذلك المبادرات غير القانونية بشأن الحكم الذاتي بحجة مكافحة الإرهاب. الدول الضامنة تجدد التزامها الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. الدول الضامنة تجدد التصميم على مواصلة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، ورفض الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها. الدول الضامنة تدين أنشطة التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة على اختلاف مسمياتها في سوريا، وتجدد التأكيد على رفض العمليات غير الشرعية للاستيلاء على النفط السوري. الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية والتي تعد انتهاكا للقانون الدولي وسيادة سوريا ووحدة أراضيها. نؤكد على أهمية مواصلة الجهود لإعادة العلاقات بين سوريا وتركيا على أساس حسن الجوار من أجل مكافحة الإرهاب. على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية زيادة المساعدات في جميع أنحاء سوريا وتنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر. يستمر مركز التسوية بمقر مجلس مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي باستقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم من مختلف مناطق تلبيسة والقرى المجاورة، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعودتهم إلى حياتهم الطبيعية. طبعا اليوم الثاني للتسوية، امبارح كان الإقبال جيد. نأمل من كافة الشباب إجراء التسوية واستغلال مكرمة السيد الرئيس من أجل عودتهم إلى الحياة الطبيعية. وبنصح كل فرار يجي يسلم نفسه يرجع على خدمة العسكرية، خدمة الوطن، والله يخلينا سيادة الرئيس بشار حافظ الأسد، والله يطولنا في عمره. أنا هون مركز تلبيسي عم بعمل تسوية مشان استفيد من المرسوم الرئاسي، بنصح كل الشباب المطلوبين أو عليهم شيء يجوا يعملوا تسوية. احنا جينا على مركز تسوية بمدينة تلبيسي لنعمل تسوية ونسوي أوضاعنا ولنرجع لحد الوطن، وبندعي جميع القرى المجاورة بالتوجه إلى مدينة تلبيسي لمركز التسوية لتسوية أوضاعهم. استشهد فلسطيني وأصيب العشرات إثر مهاجمة أكثر من 400 مستوطن مسلح قرية ترم سعية شمالية رام الله وإحراقهم 60 سيارة، وسط اندلاع مواجهات بين أهل القرية وقوات الاحتلال والمستوطنين. بالتزامن مع ذلك، ذكر مصدر طبي أن الطواقم الطبية تعاملت مع أكثر من 100 حالة اختناق في ترم سعية نتيجة إطلاق قنابل الغاز.
مع تشييع جثمان الشهيد المشتبك خالد صباح أحد منفذي عملية عيل البطولية، استشهدت طفلة فلسطينية فجر الأربعاء متأثرة بإصابتها جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية. وباستشهادها يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري إلى 174 شهيدا بينهم 30 طفلا. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المنشآت الأولى في مجمعات أنظمة صواريخ سارمات الثقيلة ستبدأ بتنفيذ المهام القتالية في المستقبل القريب. ويتمتع سارمات البالستي العابر للقارات بخصائص من شأنها إبطال قدرات الأنظمة المضادة للصواريخ المتطورة. وفي وقت سابق قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية أن أحدث صاروخ من طراز سارمات تم إنشاؤه لتزويده برؤوس حربية من طراز أفانغارد. هذا وأشار الرئيس بوتين إلى أن تعزيز قوات الجيش ومواصلة تطوير الثالوث النووي هو أولوية، وأن نحو نصف وحدات قوات الصواريخ الاستراتيجية مجهزة بمنظومات صواريخ يارس. أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها صدت هجمات عديدة للجيش الأوكراني معظمها على ثلاثة محاور أساسية، مشيرة إلى مقتل نحو 835 جنديا أوكرانيا خلال اليوم الماضي، كذلك إسقاط 12 مسيرة. إجمالي خسائر العدو في يوم على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجي بلغت 200 جندي وثماني دبابات وست عربات مشاة قتالية و13 مركبة مدرعة. وعلى محور دونيتسك صدت القوات الروسية 10 هجمات للعدو الذي خسر 400 جندي ودبابة ومركبتين مدرعتين. كذلك تأكد مقتل أكثر من 40 جندياً على محور كوبيانسك و100 جندي على محور كراسنيليمن، إضافة إلى 35 جندياً آخرين على محور خيرسون. تذكير بالعناوين. الرئيس الأسد خلال ترأسه اجتماع مجلس التعليم العالي: الجامعات هي أحد أهم أعمدة المجتمع. إصابة واعتقال العشرات، يوم غضب في الجولان المحتل رفضاً لإقامة التوربينات. وشهيد وإصابات خلال التصدي لاعتداءات المستوطنين في ترم سعيا بالضفة الغربية. إلى اللقاء.